عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة صنع شيبس في البيت صحي بدون مواد حافظة لضمان صحة أولادك، فهي طريقة جد سهلة. نبدو على بركة الله. واش راح نحتاج في هذه الوصفة؟ أنا هنا عندي بطاطا متوسطة الحجم، بعد ما نقيتها وراح نقطعها إلى شرائح رقيقة. لازم تكون شرائح رقيقة كيما هاكا. إلى شرائح رقيقة ديروها في إناء يكون واسع. بسم الله. نضيف عليها الماء الدافئ ونضيف ملعقتين خل. والملح. خلط. نخلوها 15 دقيقة وبعدها نرجع. بعد ما خليت شرائح البطاطا في الماء والخل والملح ربع ساعة، نقطروها مليح من الماء. نديرو الزيت يسخن، نبدو نقلو في السبش نتاعنا. بسم الله. نبدو على بركة الله. بعد ما حمرت السبش نتاعنا نصفوها مليح، نديروها في الورق الماس. نشوفوها في طبق التقديم. الشيبس وجد معانا، وصفة ناجحة 100%. شوف كي راها تقرمش. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنسوش تدعمونا في قناتنا بلايك والضغط على زر الجرس. ونتمنى لكم دوام الصحة. الى اللقاء.